السلام عليكم. بنواصل ان شاء الله المالتي فاكتوريال انهيريتنس. حنتحدث فيه عن الكانسر بشكل شمولي ومختصر في هذا الموضوع بشكل عام. طبعا حنتحدث ويكون الحديث مختصر. الكانسر طبعا ككانسر احنا في هناك كان عن في الميولوجي حديث عن الكانسر. اوكي، الآن الكانسر هو أحد من الديزيزز أو من الإشكاليات اللي ممكن تكون مالتي فاكتوريال، تمام؟ يكون عندنا جينيتكس أز ويل أز انفيرمنتال انفولفد مع هذا الموضوع. هذا الكلام واضح. بمعنى آخر إنه في الكانسر ممكن يحصل عندنا التسلسل في موضوع المشكلة. يعني ممكن مثلا في بعض أحيان بكون عندي بروتينات مسؤولة عن الكانسر فيها ديفكت، تمام؟ زي مثلا بروتو أونكوجين تحولت إلى أونكوجين، أو مثلا تيومر سابرسور جين موجودة عندي. إنه بيحصل عندنا في وهذا الكلام ممكن نلاحظ في موضوع التيومر سابرسور جين، إنه ممكن يكون واحد من الأليلز بتاعت سيرتين جين، تمام؟ مثلا زي البي 53 اوريدي انا ماخدها من الفادر او ماخدها من المدر، يعني في انا افكتد جين بروبلم في انا، تمام؟ لكن ممكن يحصل انه الان طبعا في موضوع التيومر سبريسور جين فور اكزامبل، احنا نحتاج انه التو اليلز بتاعت البروتين او بتاعت الجين تكون افكتد، تمام؟ او ميوتيتد بمعنى اصح، او فيها اشكاليه سواء كان ميوتيشن ديليشن انسيرشن او اي حاجه. المهم الجين فيه بروبلم، فممكن يحصل عندنا وان أليل اوكي انهيريتد، لكن اذر أليل كان بي اولسو ميوتيتد، لكن من خلال سبوراديك، تمام؟ من خلال يعني في خلال الديفلوبمنت بعد ما صار عندي زايجوت صار في عندنا جروث، ممكن خلال الزايجوت فورميشن صار عندي اذر أليل افكتد، او ممكن من خلال الديفلوبمنت الجروث بتاعتنا بعد فتره معينه من العمر صار في عندنا اذر أليل افكتد نتيجه اذر فاكتورز طبعا. اوكي، اذا وكأنه احنا بنيجي بنتحدث انه في عندنا ميوتيشن او بروبلم بالنسبه للكانسر له علاقه في موضوع البروتو اونكوجين وكذلك التيومر سبريسور جين، اوكي، او التيومر اي سبريسور جين. فبيجي بيقول لي كانسر از ان كنترول سيل بروليفريشن، هذا كلام احنا اكيد عارفينه. فبيحصل عندنا انه ممكن يحصل هذا الجينيتك بروبلم باس فروم تشايلد تو فروم فادر تو تشايلد، تمام؟ زي موضوع مثلا الريتينوبلاستوما على سبيل المثال، نوع من انواع الكانسر في موضوع الريتنا. اوكي، in this case of a new dominant mutation in genes that result in a highly lethal tumor، انه ممكن يصير عندي lethal tumor في هذا الموضوع. لكن الريتينوبلاستوما شويه هي عباره عن مش دوميننت، خلينا نقول عباره عن ريسيف، لكن المفهوم شويه بده توضيح ليتر اون بالوضوح. اوكي، اذا ممكن يحصل زي ما ذكرنا انه يكون عندي انا بروبلم في واحد اوف ذا الليل، اوكي، وبعد فتره يصير عندي الليل ثاني، وهذا الكلام من ضمنهم واحد اسمه ريتينوبلاستوما جين، تمام؟ انه ريتينوبلاستوما جين انه كان في عندي هنا ميوتيشن، صحيح اسمها دوميننت لانه الكاركتر بتاعت الوضع الفيتشر كدوميننت، لكن هي عباره عن ايش؟ تيومر سابريسور جين او تيومر سابريسور اللي هو بروتين، تمام؟ انه كان في عندي هيريديتري بريدسبوزيشن تو ذا كانسر او موجوده. It's not always associated with a family history of the disease. For example, de novo mutation. Okay. أو ممكن يحصل عندي ما كانش في عندي inheritance. تمام. إنه صار عندي مشكلة بدأت تيجي عندي later on. De novo mutation. Okay. هذا اللي بيحصل زي موضوع retinoblastoma gene. إذن the cancer cancer is caused by alteration. Okay. في البروتو والتيومر سبريسور جين. اذا معناته خلينا نقول
ممكن يكون عندي المشكله عباره عن السوماتيك، في السوماتيك سيل لها علاقه في الاونكو بروتو اونكوجين تحولت الى اونكوجين، او عندي تيومر سبريسور جين، او عندي مشاكل كمان في المايكرو ار ان اي على سبيل المثال. اذا معناته في ان اشكاليه بهذه الكانسر سيل الى كاركتر اللي هو امبالانس بين ذا سيلير بروليفريشن اند سيل ديث، يعني في ان ممكن يصير انتي ابوبتوسيس سيل بروليفريشن طبعا عندي هاي، هذا الكلام واضح بالنسبه للامر هذا، انه ممكن يحصل ميتاستيزيس. كلام اوريدي يعني عام في هذا الجانب. الاونكوجين انكود بروتينز ذات كنترول سيل بروليفريشن، احنا قلنا الاونكوجين هي ناتجه من خلال اشكاليه بروتو اونكوجين اللي اصلا موجوده عندنا، تمام، وتحولت من بروتو اونكوجين الى ايش؟ الى اونكوجين. وهذا الكلام ممكن يكون له علاقه صار في البروليفريشن بروبلم او توسيس بروبلم او بوت ان جنرال. ممكن يكون هو عباره عن ترانسكريبشن فاكتور، كروماتين موديلنج بروتين، جروث فاكتورز، ريسبتور، هلوم مجره، هذه كلها شغلات احنا عارفينها هنا بس من باب لوك لايك عمليه تاكيد معلومه. الاونكوجين بيقول لي كان بي اكتيفيتد ان نيومرس ويز، يعني البروتو اونكوجين هيحصل عندي يصير اونكوجين من عده اوجه بشكل او باخر. اذا كل واحد عندنا في عنده بروتو اونكوجين يتمثل في عده اشياء من الترانسكريبشن فاكتور، من جروث هرمون، من ريسبتور لسايتوكاينز لاذر ترانسكريبشن فاكتور. ممكن يكون صار عندنا بوينت ميوتيشن طبعا في البروتو اونكوجين تحول الى اونكوجين، ممكن صار عندنا ترانسلوكيشن كروموسوم في البيركتس لينفوما فور اكزامبل، في السي ام ال كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، هذا كنا نتحدث عنه ان شاء الله في الهيماتولوجيكال ديزيز كورس، تمام. اذا في عندنا مشكله موجوده، يا اما كروموسوم الترانسلوكيشن عرفنا ايش معنى الترانسلوكيشن، اوكي، او بوينت ميوتيشن. النقطه اللي عايز احكيها هنا في موضوع البروتو اونكوجين، نعرف انه البروتو اونكوجين از وان اليل بروبلم از انف تو ميك ديزيز، واضح؟ نعيد تاني انه الان احنا بنتحدث على اي بروتين سواء كان اي من البروتينات اللي ذكرناهم، في حاله ما اقول عنك انت اسمك بروتو اونكوجين معناته انت بيحصل عندك وان اليل ديفكت، وكانه انت بتقول لي عباره عن دوميننت ستايل، ذاتس رايت دوميننت ستايل، وان اليل ديفكت اوف ذيس جين ذات از ريسبونسبل فور ذا بروتو اونكوجين فورميشن كان ميك ا ديزيز، واضح؟ كان ميك ايش؟ ا ديزيز بشكل او باخر. طيب في عندنا مثال هنا سي ام ال، والسي ام ال يعني مش عايز اتحدث فيها، في عندنا انتقال من كاينيز انزيم، اوكي، اللي هو التيروسين كاينيز، انتقل من لوكيشن من كروموسوم الى كروموسوم اخر، تمام، واعطيني انيو كايمريك بروتين، تمام، انيو كايمريك ايش؟ بروتين عندنا. هذا الكايمريك بروتين اللي انتقل عندي انا او اللي تكون عندي من خلال اللي هو ايش؟ الترانسلوكيشن اللي صار من الكاينيز انزيم تيروسين كاينيز من كروموسوم 9 لكروموسوم 21، زي ما احنا بنلاحظ في الصوره عندنا هنا عمليه الترانسلوكيشن، فاعطاني نيو كومباينيشن سيجمنت اوف جين فروم ذا تيروسين كاينيز مع سيجمنت اوف جين لاريا بسموها بريك بوينت كلاستر ريجون، المهم على كروموسوم 22، في الاخر هيعطيني كايمريك بروتين، وهذا البروتين زود لي اللي هو عباره عن كاينيز باكتيفيتي هاي، وعمل لي اشكاليه وين في السيل بشكل او باخر. هذا كمثال اللي هو السي ام ال في موضوع الكانسر. مثال اخر انه برضه نفس القضيه تحدثنا عنه في موضوع الريسبتورز، تمام، بتاعت الاندوثيليال ريسبتورز، هيومن اندوثيليال ريسبتورز، اوكي، في موضوع البريست كانسر سيلز، اوكي، في عندنا بروتو اونكوجين هو عباره عن الريسبتور، وهذا البروتو اونكوجين يتحول الى اونكوجين من اوفر اكسبريشن صار لهذا الجين الموجود عندنا، صار عندنا ايش؟ اوفر اكسبريشن موجود عندنا. هذا الاوفر اكسبريشن زي ما احنا شايفين في الصوره انه عندنا هذا الجين صار له امبليفيكيشن زاد عندنا بشكل كبير، هذا الامبليفيكيشن الموجود عندي هو اللي عمل لي الوت نمبر اوف ريسبتور زي ما احنا شايفين في الصوره،
الوت نمبر اوف ريسبتور معناته الوت سيجنال ترانزدكشن، معناته في عندنا انكريز سيل بروليفريشن. اي مثال اخر اذا، ولكن طبعا بروتون كوجين اكتيفيتنج ميوتيشن فانكشنال برودكت مختلفه ابنورمال بروتين، بمعنى انه في عندنا دوميننت ميوتيشن، اوكي دوميننت بروبلم بشكل عام على مستوى الجين از بوينت ميوتيشن. يعني ايش معنى الدوميننت؟ انه وان الليل صار في مشكله معناته بروبلم ويل اوكير. على كل هنا كلام عام، بروتو اونكوجين هذا الكلام ممكن كان واضح في موضوع الكانسر، انه ممكن يحصل عندي كونينج ميوتيشن، ريجوليتري ميوتيشن، ترانسلوكيشن ميوتيشن، جين امبليفيكيشن، كله حيؤدي انه يحصل عندنا مشاكل على مستوى البروتين، فانكشن اب نورمال، اكسس اماونت نوفل بروتين اعطاني نوفل فانكشن، اكسسيف اماونت اعطاني اشكاليه للخليه على مستوى more functioning and also highly proliferation for example في هذا الموضوع. هنا عندي بروتين اخر اسمه بروتو اونكوجين برضه من باب العلم، هو عباره عن بروتين از فاميلي فاميلي سمول جي تي بي ايز بروتين، تمام. راس في عندنا منهم راس اتش راس وكي راس وان راس، تمام. هذا البروتين طبعا بيعمل ارتباط مع الجي تي بي وبيعمل له هيدروليسيس، تمام. وهو عباره عن جي تي بي بايندينج بروتين اسمه في شكل او باخر. فهذا البروتين طبعا عباره عن بروتو اونكوجين في حال بصير في عندنا مشكله، طبعا ما دام في عندي مشكله هذا حيأثر انه يصير في عندنا اشكاليات على مستوى السيل سايكل بشكل او باخر. خلينا يعني الكلام هذا نحاول نختصره بالفيجر اللي عندي موجود. طبعا في منه مع هذا عفوا الراس اتش راس والكي راس والان راس، تلاقي كل واحد منهم لو صار في عندنا ميوتيشن بشكل او باخر او بروبلم، فهذا حيؤدي انه بعض الاحيان الديزيزز بتكون ممكن او الكانسر مختلف من بليس لاخر، وحيكون ايش طبيعه الاتش راس او الكي راس او ال الاتش راس او الكيراس عفوا او الال راس الان راس، ممكن يكون في سيرتين كانسر مختلف عن الاخر. المهم هذا البروتين زي ما انتم شايفين عندنا جروث فاكتور بيستقبلوا ريسبتور، اوكي. بيحصل بعض الحين عندي بصير عندي عاده عفوا فوسفوريليشن للتيروسينز بشكل او باخر موجود هنا، بيعمل اكتيفيشن للراس وبيعمل هيدروسيس للجي تي بي، وبعد هيك بصير عندنا اكتيفيشن في الترانسكريبشن فاكتور بشكل او باخر. بعض الاحيان بيحصل عندنا طفره انه الراس بيحتاج الى يعمل جي تي بي ايز، انه يعمل هيدروسيس للجي تي بي لحاله، بيعمل هو ايش راس بروتين اكتيف ويد اوت ويد اور ويد اوت جروث فاكتور، بيعمل اكتيفيشن للاذر بروتينز ويد اوت ما يكون عنده صار له هيدروسيس للجي تي بي، لانه خلص تغيرت الكونفورميشن تاعته في مجال يضل عنده دائما ايش اكتيفيتي. وهلما جرب يصير عندي ايش في الاخر اللي هو اوفر اكسبريشن للبروتين، اوفر اكسبريشن للبروتين معناته ايش في عندنا دائما السيل سايكل شغاله وعندي بروليفريشن بيحصل في هذا الجانب. بقول لي كمان التوليمريز، كمان وجدوا انه التوليمريز بصير عندنا هذا الكلام، انه بصير عندي اكتيفيتي للتوليمريز انزيم، تمام. بحيث وطبعا مش في كل الكانسر، عند عده انواع من الكانسر 30 ممكن تكون رقم مش صحيح 100%، ممكن يكون اكثر اقل شويه، تمام. انه ممكن يصير عندنا انه الخليه دائما عندها التوليمريز بحافظ على التوليمر، معناته بحافظ على الانتجريتي بتاعت الكروموسوم، تمام. وهذا بيخلي الخليه دائما go to divide without limitation divide، وكذلك ممكن ندخلها على anti apoptosis in general. طبعا هذه كاركتر طلع عليها من باب ايش الكاركتر بتاعت الكانسر سيل، هذا كلام من باب المعرفة. برضو وضح لي كمان هنا، رجع لي تاني على الأونكوجين الميكانيزم بتاع التيومورجينيسيس. طبعا في عندي فيجر هنا بيوضح لي عده اوجه لطبيعه اللي هو الاشكاليات اللي ممكن تحصل في هذه البروتو اونكوجينز، ولكن طبعا ان هنا ذكر لي بوينت ميوتيشن ان وان كوبي اوف ذا جين از سفيشنت تو كوز ا نيو بليزيا، لانه بنحكي على الاونكوجين قلنا الاوتوسومال او بمعنى اصح الدوميننت بروبلم از وان انف از انف تو ميك ا بروبلم. طبعا هنا بيجي بكل كلام
على عدة أوجه بشكل أو بآخر. بقول لي مثلا upregulation of growth factor signaling may be due to mutation in genes encoding growth factor، يعني كان growth factor فيها مشكلة. تمام. دير ريسبتور او الريسبتور فيه مشكله، او مثلا السيجنال باتوي فيه مشكله، هذا الكلام كله تحدثنا فيه، بس ده عمليه توضيح. داون في عندنا اذر جروث فاكتورز انكلود ترانسكريبشنال فاكتورز. اوكي، ممكن يحصل عندنا تلوميريز كمان ذاكروا في هذا الموضوع، انتي ابوتوليك بروتين اكسبريشن كمان هذا الموضوع اللي بتاثر على الميتوكوندريا. هذه كلها اشياء واوجه للتيومر سبريسور، عفوا للبروتو اونكوجين. التيومر سبريسور جين عندنا هنا قلنا هي عبارة عن مهمة لحماية الخلية، يا إما بتدخل الخلية في الريبير، يا إما بتدخل الخلية في موضوع الأبوبتوسس، يعني في عندي ديفكت على مستوى الجيناتيك بروبلم سيل سايكل وما شابه ذلك. اسطب، قلنا على رأسهم بي 53 التيومر سبريسور جين هنا لابد تحصل عندي المشكلة، بمعنى أصح عندنا ريسيسيف. تمام، جنرالي انه في عندنا التيومر سبريسور جين ان جنرال، اوكي، بيحصل عندنا ميوتيشن، يعني ممكن يكون التنتين طفرتين للتو اليل جايتني من الجينيتكس، او ممكن يكون عباره عن واحده منهم جايه من الجينيتكس وطفره جايه ثانيه اللي هي السبوراديك، بسموها ميوتيشن. بسموها ايش؟ بسموها السبوراديك. وبحط اذا التيومر سبريسور جين ومنهم من دي 53 على راسهم، الاشكاليه تاعته ممكن تكون على هذا الوجه. هنا عندنا صوره برضه ممكن قبل هيك تحدثنا عنها، انه بيقول لي بشكل عام الفانكشن بتاعت التيومر سبريسور جين، يا اما يدخل لي الخليه على اللي هو يصير عندي ابوبتوسس الى، تمام، او يحصل عندنا عمليه الريبير، يا اما يصير عندي ريبير زي ما احنا شايفين عندي هنا، يا اما يصير عندي ايش ابوبتوسس بشكل او باخر. هذا الكلام من خلال عمليه الاكتيفيشن لاذر تيومر سبريسور جينز، وعلى راسهم طبعا بي 53. ده البي 53 فور اكزامبل في بروبلم ديفكت، فمعناته الخليه حتخرج عن النص ويصير عندي الدي ان اي دامج، والبي 53 ديبندنت جين not activated، يعني البروتينات المحتاجة يصير لهم activation من B53 طبعا، بس حيصير لهم أي activation لأنه B53 أصلا تعبان، معناته فيش control للسيل signal للسيل cycle، عفوا فيش عندي arrest عشان كامل عملية الريبير، معناته الخلية حتضلها في عملية البروليفريشن بشكل أو بآخر، وتتحول الخلية إلى نيو بلاستيك سيلز. تمام، وحيصير عندنا expansion and additional mutation، ويؤدي لي في الآخر إنه يحصل عندي malignant tumor. هذا in general. هنا طبعا عايز نوضح كمان إنه في عندنا مصطلح اسمه two hit origin of cancer، انه التيومر سبريسور جين، يعني بمعنى مختصر كمان في هذا الجانب، انه التيومر سبريسور جين قلنا ممكن يحصل له تو هيت اوريجين اوف كانسر، يعني تو هيت اوريجين يعني ممكن يكون انا اوريجين واحد اوف ذا الليل اوف ذيس جينز، التيومر سبريسور جين صار معاه بروبلم من الفادر من المذر اخذته. تمام، وممكن في خلال عمليه الديفلوبمنت بتاعت الحياه بتاعتي، اوكي، صار عندي ذا اذر سوماتيك ميوتيشن صارت عندي بشكل او باخر، اللي احنا بنقول هنا سبوراديك ميوتيشن، عبارة عن ايش؟ سبوراديك ميوتيشن، يعني ميوتيشن اخرى صارت ايش؟ سبوراديك. اذا هذا المقصود في تو هيت بوينت ميوتيشن، تو هيت اوريجين اوف كانسر او تو هيت بوينت ميوتيشن في هذا الجن. تمام، وهذا الكلام واضح ان جنرال على مستوى التيومر سبريسور جين. واحنا قلنا هنا ما دام ذكر لي مثلا على سبيل المثال ريتينوبلاستوما، تمام، وريتينوبلاستوما، تمام، هو عبارة عن برضو زي ما ذكرنا دور فات كان حاطين على كلمة دومينان، لكن هنا هو في الأصل عبارة عن تيومر سبريسور جين ريتينوبلاستوما بروتين، أوكي، وعبارة عن تيومر سبريسور جين، والمشكلة بتاعته تحصل عبارة عن إشكالية اللي هو ريسيسيف، أنه لازم التو أليل يكونوا مضروبين على أساس يحصل عندي إشكالية في هذا البروتين. كمان في عندنا البريست كانسر نفس القضيه، في عندنا بريست كانسر انتيجين 1 و 2 بسموه بريكا 1 وبريكا 2، اوكي، هذول الاثنين برضه تيومر سبريسور جين لازم يحصلهم بوينت ميوتيشن، سواء كان طبعا تو بوينت ميوتيشنز، واحده ممكن تكون جينيتكس من الجيرم لاين، واحده ممكن تيجي سبوراديك بشكل او باخر. هذا مثال من الامثله اللي في موضوع التيومر سبريسور جين.
ممكن يحصل عندي ابيجينيتكس طبعا في هذا الموضوع. هنا الصورة تيومر سابرسور جين بيعمل ايه؟ طبعا احنا عارفين ايش وظيفته، بيعمل لي نوع من البلوك، يا اما يدخل لي الخليه على الريبير، يا اما يدخل لي الخليه على مين؟ على الابوبتوسس. اوكي، اذا الميوتيشن معناته في عندي لوس اوف فانكشن، معناته انا في عندي ايش؟ لوس اوف فانكشن بالنسبه لمين؟ لهذا البروتين. اذا حيكون عندي ان كنترول ديفيجن او ان كنترول، مثلا ما صارش عندي ابوبتوسس، ديفكت في الابوبتوسس، صار عندي خليه جو اهيد وذاوت ابوبتوسس، تمام. وفي نفس الوقت بيكون عارفين انه بوت الليلز must be inactivated to change the cellular phenotype from normal to malignant. is a loss of both allele to hit region of cancer. هاي اللي لازم نكون احنا عارفين. وكذلك هاي مثال الفيلوبلاستوما، تمام. عندنا في الفيلوبلاستوما ممكن يكون عندي سوماتيك ميوتيشن صارت، وكمان سوماتيك ميوتيشن تنتين، ما فيش عندنا حاجه جايه يعني من وين؟ فادر مدر. يا اما ممكن تكون جايه من الفادر مدر، تمام، عندي صار مشكله وبعد هيك صارت عندي السوماتيك بروبلم، ممكن يكون هذا الكلام موجود، لكن ايش في عندنا؟ لوس اوف بوث الليل ان جنرال في هذا الموضوع. لوس اوف بوث ايش؟ بوث الليل. صوره اخرى بتقول لي فيرست ميوتيشن، عندي سكند ميوتيشن، تمام؟ ممكن يصير كمان عندنا ثيرد ميوتيشن، زيد الطينه بله، الامور تتعقد اكثر، تمام؟ ولكن احنا ممكن يكون هذا ارضيه لموضوع انه الخليه تدخل على كانسر. تمام؟ فبقول لو صارت عندي هنا انه الخليه حتكون a cell is predisposed to proliferation at abnormally high rate. تمام؟ is other point mutation خلت لي الخليه go to divide rapidly. تمام؟ ممكن يحصل عندنا cell undergoes structural changes, third mutation. في عندنا فورت، يعني ممكن يحصل عندنا فيرست وسكند وثيرد وفورت. هذا الكلام يصير عندي على مستوى الجينز او على مستوى اذر جينز، تمام، انه يحصل عندنا هذا المشكله. اذر فورت ميوتيشن دخل الخليه على المالجنسي، او بالمعنى الاصح كوز ذا سيل تو ديفايد انكنترولابل، تمام، اند انفيد اذر تيشو، يعني يصير عندي طفرات كمان في اذر جينز، تمام. وطبعا هذا اذر جينز المقصود فيه تو الليلز اذا احنا بنحكي على تيومر سابرسر، تمام، او اذا كان حكيت على بروتو اونكوجين، اوكي نو بروبليم، او هذا ممكن يخلي الخليه كمان تعمل لي ميتاستاسيس بشكل او باخر. هترك الحديث عن الريتينوبلاستوما من باب تقراوه، وكذلك البريست كانسر، بس عايز اتطرق لكلمة دوميننت في الموضوع هذا. ليش حطوا كلمة دوميننت؟ ولكن في الاصل هي عبارة عن ريسيسيف بروبلم، سواء كان تحدثنا عن الريتينوبلاستوما او كذلك كمان تحدثنا على مين؟ تحدثنا على البريست كانسر. البريست كانسر انه في عندنا اريثر بريست كانسر، اوكي، في عندنا اشكالية موجودة في كروموسوم 17 لجين على Q221 وكذلك على كروموسوم 13 لمين؟ لا BRCA بريست كانسر انتيجين A1 وبريست كانسر انتيجين A2، هذول الاثنين عباره عن تيومر سبرسور جين، لكن تحس انه وكانه بيقول لي بسميه لي دوميننت. هنا ممكن خلال الفيتشر اللي صارت عندي وكانه اعطاني في شكل موضوع سمو از دوميننت، ولكن في الحقيقه هم عباره عن ايش؟ تيومر سبرسور جين في هذا الجانب. تيومر سبرسور ايش؟ تيومر سبرسور جين. حتحدث شويه هنا على انه ليش اعطوه اسم الدوميننسي، وهذا عباره عن زي اكسبشن في الاسم. هم قلنا عباره عن تيومر سبرسور مش عباره عن بروتو اونكوجين، لكن توصفوهم باوتوسومال دوميننسي من خلال سيرتن كاركتر لهم موجوده. انا حاترك لكم مجال تطلعوا على الريتينوبلاستوما وكذلك تطلعوا على موضوع اللي هو البريست كانسر بشكل او باخر تطلعوا عليهم. ولكن هنا بيجي بيقول لي وجدوا مثلا في الريتينوبلاستوما، تمام، في الريتينوبلاستوما انه في عندنا لارج، اوكي، ووجدوا انه في عندنا فيري رابيد ريت اوف ذا بروفريشن، تمام، لمين؟ لهذه الخلايا بشكل او باخر، لانه نتيجه بعض من الخلايا، او طبعا هي ممكن تكون الخلايا عندها اشكاليه انه عندها في اذر بروبلم في اذر جين، ولكن وجدوا
انه اكثر من 10% من الخلايا اللي بتحمل بروبلم ميوتيشن عندها في الريتينوبلاستوما جين، تمام، وجدوا انه في عندنا هايلي رابيدلي ريت اوف بروليفريشن. اوكي، وكانه قال لي انا احنا اكثر بنروح على اللي هو الدوميننسي، تمام، ولكن طبعا في عندنا اللي هو ريتينوبلاستوما جين بروبلم. واضح؟ يعني ريتينوبلاستوما جين في بروبلم، لكن وجدوا ان الخلايا هايلي بروليفريتيف، ممكن يكون عندها مشاكل اخرى، عشان هيك سموا الديزيز بشكل عام اس اوتوسومال دوميننت انهيرتنس، لكن هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف جين او اوتوسومال ريسيسيف بروتين. ريتينوبلاستوما طبعا جين او بيعطينا طبعا بروتين اللي هو له علاقة هذا البروتين في انه يعمل بريك لمين؟ احنا قلنا بتيومر سبرسور جين، يعمل ستوب للخلية عشان ما تروحش عندي من جي 1 فيز الى الاس فيز بشكل او باخر. اوكي، كمان في موضوع الكانسر بشكل او باخر ذكرنا انه الهيريديتري بريست كانسر، في البريست كانسر عندنا قلنا البي ار سي اي 1 وبي ار سي اي 2، هذول هم الاثنين عباره عن تيومر سبريسور جينز. اوكي، بيحصل فيهم طبعا طفره. اوكي، وهذا طبعا هم عباره عن انهيبيتور، يعني هم عباره عن بلوكر لمين؟ لاذر بروتو اونكوجينز زي اي تي ام بروتو اونكوجين او سي اتش كي 2 مثلا بروتو اونكوجين. دورهم بشكل او باخر البي ار سي 1 تمام والبي ار سي 2 في عمليه الدي ان اي ريبير، يعني بيحاول يعيق اللي هو البروتو اونكوجين بحيث انه يوقف الخليه بحيث انه ما يصيرش لها ايش جوتو سيل سايكل ويحصل عندي هايلي بروليفريشن، تمام. فوجدوا كمان انه في البريست كانسر هو وجدوا انه في عندنا ميوتيشن، والميوتيشن هذه اللي صارت عندنا لوك لايك از ديلاتيريوس ميوتيشن، تمام، وهذا ادى انه يحصل عندنا مشكله في الدي ان اي ريبير، يعني ميوتيشن صارت صحيح هي عباره عن اوتوسومال ريسيسيف، تمام، وهذا اللي حصل عندنا. وجدوا انه صحيح الاوتوسومال ريسيسيف بروبلم، لكن وجدوها از ديليتيريوس ديتيريوريشن، او في عندنا بمعنى اصح اكيوميليشن اوف هذه الميوتيشن، وعمل لي اللي هو ترانسفورميشن للخليه بشكل او باخر، فلوك لايك انه ممكن يكون عندي اذر بروتو اونكوجين كانوا فيهم مشكله، فاعطوا الاسم على اساس انه ايش اوتوسومال دوميننت بروبلم، لكن هم في الحقيقه الجينز هذول موجودين عندنا. طبعا البريست كانسر اكيد في عندنا بروبلم في اذر جينز بروتو اونكوجينز على امر اكيد، تمام، لكن وجدوا انه هذه الجينز بتاعت البي ار سي 1 وبي ار سي 2 عباره عن تيومر سبريسور جين لهم علاقه في الدي ان اي ريبير بانهم يعملوا انهبيشن في البروتو اونكو للبروتو اونكوجين بتاعت الاي تي ام مثلا فور اكزامبل والسي اتش كي 2 بروتو اونكوجين. في نقطة أخيرة في المحاضرة عندنا هنا عايز أتطرق لها، النقطة هنا في هذا الموضوع، الموضوع المايكرو آر إن إيه. مايكرو آر إن إيه إيش يعني في المايكرو آر إن إيه؟ إنه بنلاحظ إحنا ذكرنا إنه ممكن نلاحظ في عندنا مشكلة، المشكلة كانت على مستوى تيومر سبريسور جين بروتو أونكوجين، تمام، توليميريز انزيم وكذلك المايكرو ار ان اي، وطرقنا هذا الكلام له في الميكروبيولوجي انه في عندنا تقريبا 10% وهذا دراسه ممكن تكون قديمه شويه هاف بين فاوند. اوكي، 10% من المايكرو ار ان اي هاف بين فاوند تو بي ايذر جريتلي اوفر اكسبريست اور داون ريجوليتد، وهذا الكلام تحدثنا في المولكيولار بيولوجي، يعني وجدوا انه سيرتين مثلا بريست كانسر ولا يوجد سيرتين مايكرو ار ان اي بارقامهم صار لهم هاي الاكسبريشن، او اذر مايكرو ار ان اي صار لهم ايش اللي هو ايش داون ريجوليشن، هذا الكلام ممكن يحصل. يعني قلنا المايكرو ار ان اي اكثر من 50% من الجينز بتاعتنا الكنترول بتاعت الجين اكسبريشن اللي بتتحكم فيهم برضه المايكرو ار ان اي في هذا الموضوع.
ذكر لي مثلا هنا one example، في عندنا 100 فولد 100 فولد اكسبريشن للمايكرو ار ام 821 وين في الجليوبلاستوما مالتي فورم والبرين كانسر. برضه في عندنا اكسبريشن للصام مايكرو ار ان اي كان سبريس اكسبريشن اوف ذا تيومر سبريسور جين. ها اذا عندي سم سيرتن مايكرو ار ان اي بيزيدوا وبروحوا بيحطوا لي اللي هو تيومر سبريسور جين بحيث انه يعني يحبطوا لي الاكسبريشن بتاعهم. تمام، ممكن سيرتن مايكرو ار ان اي يعملوا لي اوفر اكسبريشن لسيرتن بروتو اونكوجين ويتحول لاونكوجين. تمام، هذا الكلام واضح. Since each microRNA may regulate as 200 different target gene، يعني ممكن واحد microRNA يعمل شغل على أكثر من 200 genes في هذا الأمر ويعملهم over expression or loss of function of microRNA will be أو will affect اللي هو other cell mechanism. أوكي، ويعمل this regulation بشكل أو بآخر. Many other tumors are found to be associated with instability of multiple microsatellite markers because of failure of to repair mutant DNA containing mismatch base pair. يعني بيحصل في عنا بقول لي هناك معلومة إنه بصير عنا في microsatellite area بصير لها instability. تمام؟ أوكي، يعني وجدوا من ضمن العلامات اللي بتحصل عنده في بعض من انواع التيومر انه بصير في عندنا انستابيليتي في، لانه عباره عن ماركر مايكرو ساتلايت. عارفين ايش معنى مايكرو ساتلايت والميني ساتلايت والساتلايت؟ اوكي، اللي هو سيرتن ريبيتد سيكونس اوف ذا نيوكليوتايد. اوكي، بصير لهم نتيجه ايش؟ الفيلير في عمليه الريبير للميوتن جين. هذا الكلام وجدوه كظاهره في موضوع نوع من انواع الكانسر، فبيعطي دلالات انه والله سيرتن مايكرو ار ان اي انسيرت لوكيشن تغير النمبرنج تاعهم المتعارف عليه. وهذا الكلام نتيجه اللي هو البروبلم اللي حصلت عندنا في هذا الموضوع. بهيك صايم بنكون انهينا الحديث على الكانسر جنرال سمري، وان شاء الله حنكمل المحاضره الجايه على الهيموجلوبيناتي برضه مفاهيم عامه لتأكيد طبيعة الجينيتيك بروبلم how can affect the phenotypic picture.